ينبغي على الإنسان أن يستقبل هذا الشهر استقبالاً يليق به. الليلة أنت لو قالوا لك في حلتكم جاي زول مسؤول كبير وزول فضائله على الحلة كثيرة، بنى لكم البير وشيد لكم المسجد وبنى لكم المدرسة وبيساعد المحتاجين وبيفعل وبيفعل وبيفعل، تلقى الحلة كلها الأعمى شايل المكسر، دارين يستقبلوا الزائر ده استقبال حافل، استقبال مشرف، استقبال يليق به عشان يدوه شيء ولو قليل على ما من به عليهم. يا أخواننا نحن مستقبلين شهر الخير، شهر العتق من النار، لا بد أن يستقبله الإنسان بأعظم ما يكون وبأحسن ما يكون. الليلة كثير من المسلمين تلقاهم بيستقبلوا رمضان بالأكل، الأسواق مليانة، ما يدوك الشارع أكل، يلملموا في الأكل بأنواعه والعدة والفرشات والبرسل البلد، جيبوا الأبريه وجيبوا شنو معارف والسكر بالشوال، دي مباحات ما قلنا حاجة، لكن يا أخواننا ده ما استقبال رمضان. رمضان ما تستقبله كده، لأنه رمضان ما شهر جوع، ما شهر جوع. استقبل رمضان بأن تهيئ نفسك لرمضان معنويا حتى تحصل الغاية العظمى من رمضان ومن صيامه لعلكم تتقون. لكن السؤال كيف نستقبل رمضان وماذا نفعل قبل أن نصوم؟ وده عنوان المحاضرة، قبل أن تصوم ماذا تفعل؟ إجابة واحدة، عليك بالعقيدة والتوحيد، دي الإجابة. دار تستقبل رمضان صح، راجع عقيدتك صح، وارجع للتوحيد صح، وجانب الشرك والمشركين وعبادة غير الله صح. ليه؟ لأنه يا أخواننا لا تقبل صلاة ولا يقبل صيام ولا يقبل حج ولا تقبل عمرة، لا بيقبل قيام ليل، لا قراءة قرآن، لا ذكر، لا صدقات، لا بر، لا صلة أرحام ولا إطعام المساكين والصائمين، لا تقبل إلا بالعقيدة الصحيحة. يعني لو صمت رمضان كله وقمت كله وإنت عقيدتك فاسدة، رمضان ما مقبول.